אתה יודע, באסל? עד שלא צפיתי בסרט הקצר בורק, בכלל לא חשבתי על כל הנושא הזה של פלסטינים שחיים בגולה. לך יש משפחה בחו"ל? אוהו, מה בדי אבדה אבדה הגר? من خالي اللي صار له اكثر من 20 سنه مغرب بامريكا ومش قادر يرجع على البلاد ولا من كل عائله ستي اللي مشتتت بكل انحاء العالم وبيقدروش يرجعوا على بلادهم وعلى فلسطين متى تاخذ لمين تسمح حي باوروبا اوروبا بتجنن والوقت من الممتع الواحد يسافر على اوروبا ويتفسح بالريف الاوروبي وبالبلاد المتحضره بس اني اعيش فيها لا ما اظن انا كمواطن عربي بهاي البلاد ما باخذ كامل حقوقي مع انه هاي ارض جدادي من هون فلسطينيتي نابعه بس اني اهاجر لبلد غريب عشان اطالب بحقوقي لا ما راح اسويها وايتي رصا اسمع هذاود اسمع معنيان الي ريزك ما حبا كيف حالك زين ليش اخترت تعمل الفيلم انا علاقه بين جون شاب فلسطيني حيفاوي وبين ليليان فلسطينيه هو ولدت وساكنه في باريس تعرفت على صبيه وانا ساكنه تل ابيب اللي هي كانت من اصل فلسطيني بس كل حياتها عايشه برا I wish we had the joint for the sunrise. Your wish came true. وهذا اللقاء خلاني أفهم كثير شغلات عن شو يعني الواحد يكون فلسطيني بالخارج. لأنه كواحد اللي عايش هون دائما عندنا هاي النظرة تبعت إنه بدنا نطلع برا. دائما بدنا نهرب، دائما بدنا نروح نعيش بمحل ثاني وأوروبا هي كأنه بروح بسكن أوروبا، بسكن برلين، بسكن باريس، بعرفش من بسكن هون. فاللي صار بعد هذا اللقاء هو انه فهمت انه لا مش عن جد بدي اطلع اسكن برا. Well, you know the saying when in Rome? طيب. Well, بفرنسا انا بتصرفش كفرنسية. My family are really strict. I lie about where I'm going, where I'm sleeping. And I certainly can't date. Yes, we tend to be that way. But your family are afraid of losing everything they have. Again. لما انت مغرب فجأة بصير بدك تكون شو كان دائما بينفع تكون هون. الفلسطينيين مثلا الجاليه الفلسطينيه في امريكا كثير 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 بيرقصوا دبكي وكل يوم بياكلوا تبوله وكل يوم بدهم يعملوا حفلات مع موسيقى اللي هون احنا بنطلع الموضوع يعني وقت بنرقص دبكي مره بالالف سنه العرب يعني بالضبط وبارقلوا كل الوقت ففجاه انت لما يحطوك بمحل ثاني بصير بدك تكون شو كان بينفع تكون بالبيت كل الوقت بس بترجع على البيت بطل بدك ليش اخترت بوريك وليش سميت الفيلم بوريك؟ انه مع البوريكس بيجي كل موضوع الانتداب العثماني اللي كان هون بوريكس هو شيء تركي وكون الفيلم بيحكي بشي محل كثير مخبى بالسبتكس تاعه عن كل الاحتلالات والانتدابات اللي كانت هون فحسيت انه كثير صح يكون اسم الفيلم بوريك وانه ها هي الشيء اللي كلهم بدهن اياه يعني بالاخر في شيء كثير بالفيلم بيحكي على موضوع انه هن عرب وعم بدوروا على الارب اكسبيرينس والفلسطينيان اكسبيرينس بس بالاخر لا هو المحل عن جد اليوم بنعد فلسطين ولا هن عن جد حاسين هيك يعني كان ينفع ياكلوا شاورما بس البريك هو كان الشيء الصح. I'm so hungry I can eat anything now. وين خفت لاجيت شو ده لو مزار عشان احنا مدبرين حتي حتي عربي.